مرحبا بكم من جديد. إذن في قضيتنا بالنسبة لليلى شابة مراهقة مختفية. من الأول الجميع يتصور أنه عملية اختطاف أو جريمة، إلى أن تثبت كاميرا مراقبة أنها طلعت في سيارة وهربت بين ظفرين مع علي في السيارة، وربما يكون صديق حبيب عملت معاها هربة من هربات المراهقين اللي تنجم تكون موجودة في مثل هذه السنوات. وصلنا الجويلية 2012، في الوقت الشرطة كانت مش عاملة مجهود نتيجة لذلك في البحث على سكايلر، وبالنسبة لهم هي هربة، عائلتها كانوا عاملين كل شيء باش يلقوا بنتهم، ومتأكدين أنه سيناريو الهروب فشوش. بعد يومات رجعت الصديقة الثانية نتاع سكايلر ريتشل من الرحلة، بما أنه هي الوحيدة اللي ما تمش استجوابها عيطت لها الشرطة. لكن حالة ريتشل كانت غريبة، مش كما شيلا كانت متأكدة من كل كلمة قالتها لهم شينا وزيناها بالكربة. ريتشل أول ما بدأوا يبحثوا فيها كانت خايفة داخل بعضها، مش متأكدة من معلوماتها، وكل مرة تقول لهم وقت، خاصة في حكاية الوقت. وقتاش هزيتوها؟ قالت لهم مشينا لها 11:30. بعد قالت لهم وصلنا بحذاها قربت نص الليل. كل مرة تقول كلام، وتعرفوا في المواضيع هذه الشرطة بالدقيقة ساعات بالدرج يكون محدد. بقاو مستغربين منها السيناريوات متاع البنات الزوز. هذيك علاش طلبوا من شيلة تحضر هي زادة، بما أنه شيلة هي اللي كانت تسوق في الوقت اللي مشاو لسكايلر. طلبوا منهم طلب ذكي جدا، وهنا نجيك للي بدينا بيها القضية. وقت اللي المحققين يبداو مصرين أنهم يوصلوا النتيجة حتى ولو ما كانتش ما تكونش فما الأمور ظاهرة، شو عملوا محقين؟ شي يجيبوا لكل واحدة فيهم كرهب وبش يقولوا لهم أي أنا بقى أبدأوا سوق، وريونا كل واحدة على الشيرة، عملونا الدورة اللي عملتوها، ما عملتوا دورة بسويعة من زمان في الكرهب، عملونا الدورة وين مشيتوا بالضبط السويعة من زمان، وبعد وريونا وين هبطوا سكايلر بالضبط. شيلة هزتهم بالكرهب وعملت بيهم الدورة اللي عملوها مع بعضهم، هزتهم لشوارع فارغة، دارت بالكرهبة، وبعد وقفت في البلاصة اللي قالت في راس النهج وين قالت هبطنا سكايلر هنا. جاء دور ريتش، طلبوا منها توصلهم نفس الشيء للبلايس اللي مشاولة هنا. ريتش هزتهم في طريق مختلف تماما عثنية اللي ورتها لهم شيلة. بعد ما كملت دورتها قالوا لها المحققين ايجا يا بنيتي، الثنية هذه اللي ورتها لنا راهي ماهيش الثنية اللي ورتها لنا صاحبتك. وهنا ريتشل دخلت بعضها وقالت لهم ممكن انا غلطت، ما نتفكرش بالباهي، الثنية وقتها راهو ليل، وانا راني كنت متكيفة. هنا المحققين ولوا يشكوا في سيناريو البنات، وقروا عاودوا يشوفوا الفيديو متاع كاميرات المراقبة مليح، فماشي ما يلقاو مثلا كرهبة شيلة جات بالفعل لدار سكايلر 4 ساعات، والمحققين يثبتوا يعرفوا كرهبة شيلة ما ظهرتش الكرهبة. الكرهبة الوحيدة اللي ظهرت هي الكرهبة البيضة، يعني البنات ينجموا يكونوا يكذبوا في علاقة بالكرهبة، لكن الحق ما فما حتى دليل يثبت أنه عندهم علاقة باختفاء صديقتهم. بداوا المحققين يثبتوا في علاقة البنات الثلاثة ببعضهم، وخاصة ما كتعرف كل شيء توا متاح على السوشيال ميديا. اكتشفوا اللي البنات يستعملوا برشا تويتر، وفي الفترة الأخرى وقبل اختفاء سكايلر بيامات كانت فما
حرب متاع منشورات بيناتهم الثلاث، خاصة بعد ما هبطت ريتشل وشيلا تصويرة وحدهم في مطعم، عاودت نشرتها سكايلر وكاتب عليها كلام كأنها تهدد في البنات وتقول لهم اللي هي باش تفضح اللي تعرفوا الكل. ثلاثة أصحاب زوز في مطعم تصوروا عاملين جو، صاحبهم الثالث يقول لهم بيه عاملين جو هاني باش نفضحكم. بعد ما عرفوا المحققين المعلومات هذه عرفوا معلومة جديدة، أنه حالة ريتشل دهورت ولات عنيفة مع عائلتها، وقروا أمها وبوها يبعثوها المستشفى أمراض نفسية للعلاج. أسبوع بعد ما خرجت ريتشل من علاجها من المستشفى الأمراض النفسية توجهت مباشرة للشرطة وبقات تعاود في جملة واحدة، لقد طعناها اتغرناها. جابوا لها كرسي المحققين وكاس ماء وهداوها وقالوا لها ايجا احكي لنا كل شيء. ريتشل قالت لهم انه هي وشيلا نهارتها تقابلوا في المدرسه وتفاهموا على خطه باش يتخلصوا من سكايلر. تو نقول لك علاش. هزوا سكاكن كبار حطوهم في الكهرباء، هزوا لبس اخرى باش يبدلوا دبشهم، هزوا مواد تنظيف باش ينظفوا مسرح الجريمه. كلموا سكايلر في التليفون قالوا لها باش نتعداو لك، اعمل معانا دوره في الليل. هذاك اللي صار، هي ممنوعه ما تخرجش في الليل، سكرت بابها حطت الكرسي باش تهبط عليه على اساس سويعه ترجع من الكرسي تدخل وما صار شيء. هبطت إذن بالسرقة، مشيت مع أصحابها الغابة، قالوا لها احنا باش نتكيفوا شوية ماريخوانا، نمشيوا لبلاصة هكا بعيدة على العينين. أول ما قعدوا في الغابة جبدوا سكاكن وبداوا يطعنوا فيها، 50 طعنة بالسكينة توجهت لجسد صديقتهم. أول ما تأكدوا أنها ماتت جبدوا الأدوات اللي محضرينها في الكهرباء وحاولوا يحفروا بلاصة باش يدفنوها فيها. مش بيه زوز بنات صغيرات ذميمات ويحفروا في غابة بالحجر يسخيبوها سهلة، معناها باش يحفروا حفرة غامقة باش يدفنوا فيها عبد، تعبوا ما نجموش يحفروها، بطلوا حطوها تحت شجرة وغطاوها بالأعشاب بالأغصان اللي لقاوها. اكتشفوا المحققين من بعد أنه الكهرباء اللي ظهرت في الفيديو هي كهرباء شيلا. لقاو زادة جثة سكايلر اللي كانت متحللة بشكل كامل. أي باهي توا هسي المحقق هذايا عملوه في صحبتهم مع عشيرتهم، الطفلة اللي معدين معاها الطفولة متاحهم، أصحاب كي الأخوات، علاش 50 طعنة؟ أشنو اللي عملته لهم؟ باش يعترفوا البنات أنهم في الحقيقة ما عادش يحبوها، هي ديما تنتقد في تصرفاتنا وما يعجبوهاش تصرفاتنا وما يعجبهاش جونا، ولينا ما عادش نحبوا نخرجوا معاها وما عادش نحبوا نعيطوا لها كي نخرجوا حتى في قعدات. وكيفاقت اللي احنا نحاولوا نسلوا في رواحنا منها بشوية بشوية وليت تهدد فينا على تويتر باش تفضحنا، مش تفضح الحاجات اللي تعرفهم علينا. اي وشنو الحاجات يا بنيتي اللي خايفين منهم انتوما واللي تعرفهم عليكم؟ ريتشل وشيلا في علاقة غرامية مع بعضهم، هاي زوز بنات يحبوا بعضهم الحب هذاك، والموضوع هذا كان سر بيناتهم الثلاثة، خاصة أنه البنات كانوا يخافوا لعائلاتهم يعرفوا بالموضوع
ويحرموهم من الخرجات والقعدات مع بعضهم. قالوا لهم زيد احنا بخلاف هذا احنا نتكيفوا في الماريخوانا، والوحيدة اللي تعرف هي سكايلر، لكن نقدها لتصرفاتنا وديما مش عاجبها شيء ما اللي نعمله فيه، خلينا ما عادش نحبوها معانا. وكيف وليت تهدد فينا على تويتر قررنا نتخلصوا منها. باش تموت ويموت السر معاها. تم العثور على دم سكايلر في كرهبة شيلا فعلا، ونتيجة لكل هذه المعطيات ونتيجة للاعتراف اللي صار من البنات، تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد. نستنى تعليقكم على هذه القضية. ذكركم بركة للبنات كانوا أكبر شوية من الضحية، بالتالي كانوا رشد وعوقبوا بناء على ذلك، وذلك علاش حكم عليهم هذا السجن المؤبد وعدم إمكانية الإفراج المشروط. شفت كيفاش ساعات الأمور والأسرار والخوف من كشف الأسرار ينجم يؤدي إلى مثل هذه الجرائم. أما زيدا شفتوا كيفاش معايا، لولا إصرار المحقين اللي تبعوا هذه القضية، إصرار من ناحية أنهم فهموا لي فما مشكلة، فما حكاية عند البنات، والحكاية ما بدأت تثبت إلا كيهزوا كل واحدة واعطاوها كرهبة باش توريهم شنو عملوا بالضبط. غادي كل شيء طاح في الماء، البناء والبنات الكل طاح في الماء. نستنى تعليقكم على هذه القضية، تعليق كما تعليق عديدة اللي قاعدة تجينا كالعادة، ونقرأ لكم كل مرة دفعة منها. مثلا تعليق منى، منى اللي قالت لي خويا حمزة وليت اللي اسمه حمزة نقوله أهلا بالمحقق، حاجة خارجة عن نطاقي، تحياتي ليك ولكل اللي تعرفهم يا منى واللي تسميهم بالمحقق. نرمين، تيماني يا سي حمزة شغلت الجرس، أيوة شفت فايدة الجرس، وليت كل وين جي حلقة جديدة واني في الخدمة نبدأ نرعش غير وقتاش نروح باش نتفرج. وناس بنذكروا يا نرمين، كل واحد مش مشغل الجرس أنه ينزل على الجرس حتى لا يغيب عليه حتى جديد في المحقق. هكا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة، على أمل لقاكم قريبا، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.